يلا نبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا وهتكون من الأخبار الرياضية. امبارح وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر للجهاز الفني للمنتخب بعد ما حقق المنتخب الوطني لكرة القدم التعادل مع منتخب الجابون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للمونديال 2022. رصيد المنتخب المصري وصل لأربع نقاط عشان يبقى في صدارة المجموعة السادسة، وبقى أو يعني فضل رصيد الجابون عند نقطة واحدة عشان يجي في المركز الثالث بعد المنتخب الليبي تاني المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وفي نهاية ترتيب المجموعة والمركز الرابع منتخب أنجولا بدون نقاط. خلينا نتعرف أكتر وتفاصيل أكتر عن مسيرة المنتخب في مصر في التصفيات، وطبعا موضوع إقالة الجهاز الفني السوشيال ميديا وكل الجمهور المصري كان بيتكلم عليها مع الناقد الرياضي الأستاذ سعيد علي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير عليك أستاذ محمود. صباح الخير عليك أستاذ عيد. تمام. طبعا احنا يعني احنا كمان متابعين لكرة القدم، وكلنا كنا مع المنتخب الحمد لله ان احنا قدرنا ناخد النقطة دي، لكن كان في كلام كتير زي ما حضرتك عارف طبعا، يعني حضرتك اقدر مننا، الصحافة والسوشيال ميديا والجمهور المصري كان شوية بيتكلم على اداء المنتخب ومستغربين من اداء المنتخب، ونتيجة لذلك يعني للفترة اللي فاتت تم توجيه الشكر للجهاز الفني والاداري للمنتخب الوطني. طبعا تعليق حضرتك سريعا على هذا القرار. طبعا زي حضرتك قلت ان القرار تم بالامس الاستقرار الكامل على تغيير الجهاز الفني، لكن اللي ربما يكون غريب بعض الشيء لناس كتير ان ده تم بعد نتائج فوز وتعادل اربع نقاط وتصدر مؤقت للمجموعه، لكن كلنا متفقين تماما ان الاداء كان عليه ملاحظات كتيره جدا وكبيره، مش بس في مباراتي افتتاح تصفيات المونديال، لكن ده كان ممتد وكان موجود في تصفيات امم افريقيا. كان في ملاحظات كتيره جدا على اسلوب كابتن سامي البدري، كان في ملاحظات على الشكل الخطفي، كان في ملاحظات على ضعف الاداء الهجومي بالتحديد، فبالتالي ياتي القرار بشكل منطقي جدا جدا ومقبول في الراي العام الكروي. نتمنى يكون الاختيار اللي جاي مناسب، نتمنى يعالج الاخطاء اللي ظهرت في الفتره الاخيره، ويتمنى يكون على قدر طموحاتنا وعلى قدر امكانيات الكره المصريه اللي قادره تروح لمكان بعيد ان شاء الله. طيب استاذ سعيد، عايزين نعرف راي حضرتك، تعتقد مشوار مصر هيكمل ازاي في التصفيات؟ يعني احنا نتكلم دلوقتي ان احنا بنتصدر المجموعه، ولكن في المواجهه الجايه وبعد كده تعتقد المنتخب هيكمل ازاي؟ انا شايف ان مشوارنا في خلال الفتره المقبله، رغم ان المنافسه قويه جدا في المجموعه وان الجميع يمتلك نفس الحظوظ، لكن ان شاء الله منتخب مصر قادر على تجاوز مباراتي ليبيا المقبلتين، هيبقوا ورا بعض ذهاب اياب، هيكونوا اهم مباراتين في تحديد متصدر هذه المجموعه. كمان نتيجه مباراه ليبيا وانجولا اللي هتقام اليوم هيكون ليها عامل مهم جدا في تحديد شكل الصراع على بطاقه المجموعه، لكن زي ما قلت لحضرتك منتخب مصر قادر بالاساس في المباراتين المقبلتين ان شاء الله، قبل ان يستقبل الجابون في الجوله الخامسه ثم اختتام البطوله امام انجولا، او الجوله الخامسه امام انجولا ثم الاختتام امام الجابون ليبيا. يعني هيبقى ليبيا الماتش. طيب انا بس عشان هعلق على حته، معلش حضرتك بتقول يعني الحظوظ متساويه، لكن كان الجمهور المصري مبسوط بالمجموعه دي وبيقول انها مجموعه سهله، دلوقتي احنا بنتكلم ان احنا الموضوع لا وهيبقى فيه صعوبه، زاد عليها تغيير جهاز فني واداري للمنتخب في نص المشوار داخل هذه المجموعه، هل ده هيؤثر بالسلب بالايجاب؟ يعني برضو مختلف في ان هو هيبقى فيه اختيارات لعيبه تانية ممكن جهاز، يعني فكره تغيير المنتخب الجهاز للمنتخب بيأثر ساعات في نص المشوار. بالتاكيد احيانا يكون تاثيره تاثير سلبي او تاثير ايجابي، لكن في حاله المنتخب المصري اعتقد في تقديري الشخصي انها يكون تاثيره ايجابي في تجديد الحوافز والدوافع عند اللاعبين او اللاعب بروح جديده، لان الروح ربما بالتحديد ما كانتش طارقه لطموحنا والمستوى اللي احنا عايزينه، فبشوفها انها ان شاء الله هتكون تاثيرها ايجابي، هنشوف روح جديده، هنشوف عناصر تستحق انها تبقى موجوده ما كانتش موجوده في الفتره الاخيره. فيما يتعلق مين، معلش مين يا استاذ سعيد؟ كنت لسه هسال نفس السؤال، تعتقد يعني ايه اللي يحصل يا استاذ سعيد؟ لان برضو كان في كلام كتير ان في ناس بتتاخد وموجودين في المنتخب لكن ما بيلعبوش، بيلعبوا في يعني موجودين في القائمه الاحتياطيه او يعني موجودين في الاحتياطي، لكن حضرتك شايف
من وجهة نظر النقاد الرياضيين مين خارج المنتخب يستحق يبقى موجود داخل المنتخب او مين طبعاً يظهر اكتر الفترة الجاية يعني. وبعدين احنا مش بنعلق دلوقتي خلاص، ما فيش بقى فترة انتقالية نقدر نقول براحتنا يعني مين نقدر يترشح ان هو يبقى موجود في المنتخب. طبعا في لعيبه كتير تألقت في بطوله الدوري العام في الفتره الاخيره، زي مصطفى فتحي مع سموحه قدم موسم هايل جدا جدا، وكان من اهم اللاعبين اللي بيتنافسوا على لقب هداف الدوري. وفي ظل غياب محمد صلاح في المباراه الاولى كان يستحق على اقل تقدير انه يكون موجود على دكه البدلاء. اعتقد الباب مفتوح قدامه دلوقتي. اعتقد ان ايضا لاعب زي مصطفى محمد الفتره الجايه هنشوفه متواجد بشكل اكبر وفي التشكيله الاساسيه بالتحديد بعد تالقه في الدقائق الاخيره او القليله اللي لعب فيها. اعتقد كل العناصر او جميع العناصر اللي كانت موجوده وما حصلتش على دقائق مناسبه ليها، الفرصه متاحه ليها الفتره الجايه. وبعض الناس اللي كان في يعني ربما اعتراض على وجودها ربما في راسها هتتقلص. طبعا انا هنستعيد رمضان صبحي بعد ما تعرض لاصابه، لان رمضان صبحي واحد من اهم اللاعبين اللي محتاجينهم، محتاجين ايضا عوده تريزيجيه ان شاء الله له وقت قريب جدا يكون عاد لمنتخب مصر. محتاجين بعض اللعيبه تحصل على راحه زي قفشه زي محمد شريف، لاعبين كتير كانوا في تراجع كبير جدا في مستواهم بسبب ضغط المباريات وبسبب تراجعهم بدنيا. كل العناصر دي لما تكون موجوده بكامل قوتها الفنيه والبدنيه ان شاء الله هتمثل الاضافه اللي احنا افتقدناها، وهتمثل ان شاء الله معالجه لكل الازمات اللي ظهرت في الفتره الاخيره. هل في دعم تاني محتاجه المنتخب الفتره الجايه يا فندم؟ اهم دعم يحتاجه المنتخب المصري ان المدير الفني المقبل يتوصل بشكل حقيقي الى الطريقه الامثل والافضل اللي احنا افتقدناها في الفتره الاخيره. يمكن الكابتن حسام البدري كان هناك تخبط في اختيار طريقه اللعب ما بين 4-2-3-1 ثم العدول عنها في اخر مباراه واللعب 4-3-3 اللي هي لا تتناسب تماما مع الكره المصريه، ودايما بنعاني فيها سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات. وفي المباراه الاخيره بالتحديد لما قررنا نلعب بالشكل ده يمكن كابتن حسام استهدف او لجأ الى بعض الترقيع، انا بسميه ترقيع خططي او تكتيكي علشان يريح محمد صلاح بالتحديد، فده نتج عنه عوار كبير انا شفته، لان احنا فعليا ما نعرفش نلعب 4-3-3، ما نعرفش نلعب بثلاث لاعبين في مركز الارتكاز. اتمنى ان احنا نلعب بطريقتنا العاديه، نفرض اسلوبنا، نمتلك الكوره والحيازه عكس اللي شفته قدام انجولا، لان احنا تركنا الكوره لاول مره امام منافس في ملعب القاهره، ومنافس على الورق مفترض ان في فوارق كبير جدا جدا لصالحنا. فاتمنى ان احنا نرجع اسلوب الحيازه، الامتلاك، التدوير اللي بيعبر عن الكره المصريه وعن هويتها الهجوميه. طيب استاذ سعيد، حضرتك بتقول المدرب الجديد ان شاء الله يعمل والتناسق والخطط، طبعا برضو عشان نبقى يعني بنثير او بنرد على فضول اسئله الجمهور المصري، وبعض الاسماء عارفين كابتن حسام حسن من الاسماء الناس بتطالب بيها، في ناس كتير بتتكلم طبعا على مين ممكن يكون كمدرب وطني يبقى موجود. هل في مجموعه من الاسماء حضرتك شايف انها يعني هتنافس بقوه انها تتولى قياده منتخب مصر؟ في الحقيقه طبعا في اكتر من اسم متواجد. يمكن قبل اقاله الكابتن حسام البدري كان في او من اسابيع قليله كانت في نيه او كان في دراسه لبعض الاسماء اللي ممكن تكون موجوده، كان بعضها اجنبي وبعضها محلي. كان الحديث في فتره مبكره بعض الشيء عن عوده هيكتور كوبر، لكن ده اختيار قد يكون صعب جدا جدا لانه يلقى اعتراض جماهيري على اساس ان كوبر كان بيقدم فلسفه دفاعيه وكره لا تناسب هويه الكره المصريه. يمكن ايضا في محاوله للتعاقد مع ريني بايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي. فنجاده واحد من الاسماء الموجوده ايضا، لكنه وضع بعض الشروط اللي رفضها الكابتن احمد مجاهد. بالاسماء المحليه طبعا زي ما حضرتك ذكرت الكابتن ايهاب جلال وحسام حسن، كابتن حسام حسن هم اهم الاسماء اللي ما زال الحديث جاري معها. يعني نقدر نقول الباب مفتوح والمائده كل الاسماء عليها في الفتره الحاليه. ويمكن انا شخصيا بشوف ان احنا مش في حاجه لافضل مدرب بقدر ما احنا محتاجين انسب مدرب، المدرب القادر على انه يخرج من المجموعه الحاليه افضل ما فيها، لان احنا مش بحاجه الى فلسفه تكتيكيه كبيره او
ان احنا نغير المنهج تماما. احنا حد فاهم قدرات لاعبينا وقادر على افضل ما فيهم، ان احنا فعليا عندنا افضل عناصر او مجموعه من افضل العناصر في الكره الافريقيه. اتفق مع حضرتك جدا طبعا، يعني احنا بنتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا ايا كان من وده اللي يحصل فعلا الفتره اللي جايه، ويبقى في تطور اللي احنا عايزينه، ونقدر نعدي المجموعه اللي احنا موجودين فيها، عشان مشوارنا للمونديال دايما بقينا نحلم وبنقول ان احنا مش اقل من اي حد ان احنا نوصل لمونديال كاس العالم. احنا بنشكرك طبعا. شكرا جدا استاذ سعيد علي الناقد الرياضي، كنت معانا عبر الهاتف. شكرا يا فندم.